مش احنا بس اللي اندهشنا من الاخطاء التحكيميه، ولا اللي احنا بس اللي وقفنا عند الكام تفصيله اللي احنا اتكلمنا فيهم مع كابتن ناصر عباسي، يمكن كمان بطبيعه الحال وده منطقي جدا مستر مارسيل كولر نفسه عبر عن اندهاشه وغضبه. تلاقيه شاف حاجات يا كريم ما شافهاش. والله الراجل عايز يضرب كف على كف ما شافهاش قبل كده. حتى تقدري تستنتجي ده من ايه؟ من كواليتي تعليقه. قال لك الكلام ده لو كان حصل في اي مكان اخر في العالم اللاعب ده لازم يطرد. فعموما هو قال تصريحات كتير في هذا الاطار، تعال ناخد فكره كده يعني ولو بسيطه عن جانب من تصريحاته من خلال التقرير ده ونرجع نكمل. اتفضل. احنا سعداء جدا ان احنا الحمد لله كسبنا النهارده، لكن انا في قمه الغضب من قرارات التحكيم النهارده. انا اتفرجت على كل اللقطات بعد المباراه دلوقتي. اول حاجه طبعا ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس، اللاعب دم داس على اللاعب على رجل اللاعب بتاعنا في جوه ال 18، ده كمان بيسال ما بيقولوش حاجة. الموضوع بقى صعب جدا وانا مش عارف ازاي الواحد ما يشوفش كرة زي دي وكمان بيسأل الفار، يعني الاتنين ما يشوفهاش. بالنسبة لي كمان الكرة التانية بصراحة حاجة يعني تخرج الواحد عن شعوره. كرة بتتلعب هجمة مرتدة، اللاعب الوداد بيجيب الكرة بايده، رايحين باتنين من نص الملعب رايحين جون، اكيد الكرة كارت احمر في اي قانون في الكرة في اي كوكب في اي قارة بتتحسب كارت احمر. الغريب بقى ان هو بيدي على طول كارت اصفر. الغريب ان الناس اللي واقفة على الخط ما بتقولوش حاجة من الحكام اللاينس مان، ولا الفار بيقول حاجة. انا مش فاهم بصراحة ازاي القرارات بالشكل ده، يعني ازاي الفار كمان يعني مش عارف ازاي ما رجعوش. انا اسف جدا بس اللي بيحصل ده غريب جدا. أول حاجة احنا بنتكلم على نهائي دوري الأبطال، نهائي دوري الأبطال معناها إن احنا بنلاعب أهم فرقتين أو أكبر فرقتين أو أفضل فرقتين في القارة وصلوا النهائي، مش معناها إن احنا نعمل كده هنكسب البطولة أو نكسب الماتش والماتشات هتبقى سهلة. بنلاعب منافس قوي، فريق الوداد فريق كويس جدا بيلعب كرة كويسة، تقدم ماتش النهاردة كويس وعنده فريق قوي، احنا ما بنلعبش نفسنا. فمتوقع إن احنا يبقى فيه ندية. طبعا النتيجة كانت هتتغير تماما بسبب قرارات الحكم، وانا غضبان جدا بسبب قرارات الحكم النهارده اللي غيرت مسار المباراه. ضرب الجزاء وكارت احمر دي حاجه تقلب المباراه تماما، لكن في النهايه احنا كسبنا. لازم الناس تبقى عارفه ان احنا كسبنا، احنا ما خسرناش على فكره. وانا عندي يقين ان احنا ان شاء الله بفرقتنا دي نقدر ان احنا نروح نجيب جون في المغرب ان شاء الله. فاحنا كسبنا وفرحانين بالمكسب الحمد لله. انا ما اعتقدش ان كل ده كان بسبب تاخير التغييرات. الموضوع كان بسبب ان احنا بدانا ان احنا كله بقى بيجري لقدام وما حدش بقى بيجري ورا. لا، جري لقدام كان كويس وباين ان في يقه لان كله كان قاعد يجري بس بيجروا لقدام، ما حدش بيقفل في منطقه نص الملعب، ما فيش اللعب بتاعنا الكومباكت، الخطوط المتقاربه، تقفيل نص الملعب ما كانش موجود. طمع في النتيجه، رغبه في ان يزودوا. مش دي الكوره بتاعتنا ومش دي التعليمات اللي احنا قلناها ان احنا بنمسك الكوره في نص الملعب، ان احنا ازاي ان احنا طالما كسبانين 2-0 ازاي ان احنا نتحكم في رتم المباراه. بدا يحصل القرارات متسرعه وجري لقدام اكتر، لكن اخطاء مننا احنا بالذات في كره الهدف، لكن مش بسبب تاخير التغيير. لسه برتب بعمل عمليه ترتيب افكاري، بعد ما هخلص من هنا اروح اتعشى واهدى كده وبعدين اقعد اتفرج على الماتش تاني واحلله مره تانيه وابدا اعمل برنامج الاستعداد للماتش الجاي. كل الايام اللي جايه هتبقى استعداد ليا ان شاء الله، لكن لسه ما اكيد هنستعد كويس بس لسه ما حطيتش افكاري وخطتي للترتيب للاستعداد. طيب بالتاكيد طبعا مش مبسوطين خالص من ان احنا عرفنا ان هو فعلا اخر ماتش ليه، ده معناه ان هو ما عندهوش اي مسؤوليات، هيعمل ماتش وخلاص. فطبعا شيء مزعج جدا، مقلق جدا، اختيار غريب جدا، لكن في النهايه بنتمنى ان هو يكون عادل وان يعني ما يكونش زي ما احنا متوقعين وان هو فعلا فاجئنا بتحكيم عادل. احنا عرفنا ان هو فعلا اخر ماتش ليه، ده معناه هو اول حاجه هو مش من حق المدرب المنافس ان هو يتكلم على ادائنا ولا يتكلم على شغفنا ولا يتكلم على طريقتنا. بالتاكيد طبعا مش مبسوطين خالص من ان احنا عرفنا ان هو مش عادل على الماتش ده، ده معناه ان هو ما عندهوش اي مسؤوليات، هيعمل ماتش وخلاص. فطبعا شيء طيب يعني كنت عايز تقولي حاجه؟ انا حسيتك حتى انا عايز اقول حاجه. قولي. طيب والله انا بس نفسي ان احنا دايما بنقول او بنتطلع دايما للعالميه، دايما بنقول احنا نفسنا نكون عندنا حكام بيروحوا بيحكموا مباريات اوروبيه وعالميه وغيره، ما عشان ده يحقق. وعامه انا بتكلم على المنطقه بتاعتنا مش بس داخل مصر، علشان ده يتم تحقيقه المنطقه العربيه عامه.
ليه كده؟ بيقابليني بكواليتي الاخطاء اللي احنا شفناها في ماتش زي ماتش امبارح. ما هو ده القصه، مش قصه تحكيم مصري فقط او لا، ده واضح ان في مشكله في المنطقه العربيه. فعشان كده انا بتكلم بهذا المنطق، احنا كلنا يعني، انت هتروح المغرب هتسمع ده، هتروح السعوديه هتسمع ده، هتروح فين هتسمع ده، عندنا هتسمع ده. نفسنا يبقى عندنا، طبعا هو موجود لكن بالكم اللي احنا شايفينه ده عدد قليل جدا. طب ليه ده مش بيتم الاستعانه بطاقم تحكيمي عربي على سبيل المثال؟ انا مش هذكر دوله بعينها، لان في مشاكل كتيره عندها، في مشاكل في هذا الشق كبيره. فانا عشان اتطلع للعالميه لازم اكون متساوي في المستوى مع المستوى اللي انا عايز اتطلع ليه او عايز اكون يعني جزء منه. مستحيل مستحيل، ده مش هيحصل غير لما يبقى في تطوير في هذه المنظومه. لو انا هتكلم عندنا في الداخل تحديدا، عندنا برضو اخطاء تحكيميه كتيره، ولما رحنا واستعنا بكلايتنبرج والتجربه فشلت، مع ان هي نجحت في دول تانية كتيره جدا، بس عندنا فشلت. مش مشكله بقى ليه، بس جبنا استعنا برجل اجنبي اخر وهكذا. نتمنى ان يكون في تطوير. بص، التطوير معناه ان انت بتبتدي تحل، اشوف تطوير على الارض في الشق اللي انا عندي فيه مشكله، ده في حد ذاته يطمني. لكن اعتقد ان احنا محلك سر نفس المستوى او اقل، هي دي الكارثه يا كريم. فيعني دي حاجه بس كنت حابه اقولها، ان اي حد ناجح دايما بيتطلع للعالميه، بس عشان تتطلع للعالميه بمستوى زي ده يبقى زي ما انت بتقول هيكون حلو. اكيد يبقى كونكلوجن، يبقى يا ابليدي زي ما قلت لك فعلا.